وبأجواء الألوان والتلوين بنبقى مشاهدينا، وأكيد الرسم والتلوين هو مش بس للتسلية وفشة الخلق، إنما أيضا هو ممكن يكون علاج لأمور كتير اللي نحكي عنها أكثر. بسعدنا نستقبل ديزاينر والأرتيست جوال بيتراكيون. أهلا وسهلا فيك جوال. أهلا وسهلا فيك جوال. اليوم موجة يمكن الكالورينج إذا فينا نقول عم تجذب كتير من الناس، خبرينا عنها. كتير أخذ رهجة الكولورينج سبيشلي بال 2016، يعني كتير طلع كتب كولورينج للكبار. نحن بلشنا نعمل سهرات كولورينج كمان للأدلتس. هلا بتشرحي لنا شو يعني سهرات للتلوين والألوان؟ أوكي. يعني السهرات هي عبارة عن شو؟ بيجوا الكبار شو بيعملوا؟ بيجوا الناس بيلونوا، ما قدروا يكونوا بيعرفوا بعض، بيقعدوا سوا وبيلونوا، نحن بنعطيهم كل شيء. وشو الهدف بيكون يعني؟ وراء الماتيريال وهيك. الواحد بيفش خلقه بالتلوين، يعني يمكن بينسى همومه بشيلة ما في كتير عملوا دراسات على الكولورين، و كتير بيساعد الشخص يشيل الستريس. يمكن بس واحد يلون هيك يمكن بينعزل، بينسى كل همومه وكل مشاكله وبيركز اكثر على التلوين. اكزاكتلي. عندك كذا سبب. اول شيء عندك انه عم يرجعوا يتذكروا طفولتهم كمان، ف الواحد يعني جوال احنا هون عم نشوف صور كانه حلقات علاجيه. هون عم نشوف اشخاص يمكن مش بالضروره بيعرفوا بعضهم، ولكن وجدوا بمحل عم بيلونوا، ومن خلال التلوين عم بيتشاركوا الخبرات والتجارب يمكن الحياتيه سوا. هون يا ريت هيك بتشرحي لنا جوال الالوان كيف ممكن تاثر. يعني انت اعطيتي لوحه لشخص، اعطيتيه عده التلوين مثل ما بيقولوا، قلتي له لون. هلا هون كيف شو بتكتشفوا؟ كيف هو بيتعالج؟ شو بيصير؟ هلا هون ما فيك منهم عن جد علاج اكثر من فشة خلق. وعندك كمان الميل الاجتماعي كمان بهدول السهرات، بيعزز يعني العلاقات الاجتماعية، بيقدروا يحكوا. وبذات الوقت يعني لما الواحد يلون، انت عم تسألينا على الالوان مثلا، اذا حدا لون كل شيء رمادي واسود وهيك، انه بيكون كمان من جوا حزين. انه قد ما يكون بيعبر شوي عن اللي عم بحس فيه بالالوان، تقدري تعرفي هو شو عم بحس من خلال اختياره للالوان ويمكن شو عم بيرسم. اختياره للالوان واختياره للرسمات كمان بيأثر. يعني اذا نقوا شيء كثير، المندالاز مثلا كثير عندهم، كثير ناس بحبون المندالاز، كثير بخلوك توصلي على ستيت مديتاسيون شوي، تأمل، حالي من التأمل. عم بيعيدوا زيت، هو كتير ريبيتيتيف المندالا، متكررة، فاللي عم يعملوه عم يرجعوا يعيدوا زيت الألوان، زيت الحركات، زيت الهيدا. فكمان الواحد بيروق من ورا هالشغلة. يعني لكل الأشخاص اللي عندهم يمكن هموم أو مرئين بسترس أو معصبين، بتقول لهم فش خلقكم ولونه ونسوا كل يمكن الهموم اللي عم تمرقوا فيها. جوال بيتراكيون، شكرا لوجودك معنا بتحلى الحياة، ما تمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. ثانكس.